أهلا بكم. في سابقة فريدة في الجمهورية الإسلامية اشترط فيروز أبادي رئيس أركان القوات المسلحة في إيران أن يقدم الاتحاد الأوروبي اعتذارا لإيران قبل أي حوار مع إيران حول الملف النووي. واعتبر مراقبون تصريحات أبادي بداية خطيرة لدور يقوم به العسكر في رسم السياسة الخارجية لإيران بعد دورهم في رسم السياسة الداخلية، مما يزيد برأي هؤلاء المخاوف من برنامج إيران النووي وأهدافه المدنية. من جهة ثانية، قالت مصادر قريبة من الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني أنه لن يحضر صلاة الجمعة التي تقام كل أسبوع في جامعة طهران. وأبلغت المصادر العربية أن رفسنجاني الذي يتناوب على إمامة صلاة الجمعة مع عدد من الفقهاء لم يحضر الصلاة الأسبوع الماضي ولن يحضر صلاة الجمعة اليوم كإمام مؤقت، وهو ما يرجح إمكانية استقالته. أشاروا إلى أن رفسنجاني كان دعم المرشح الإصلاحي من حسين موسوي في الانتخابات، وهاجم الرئيس الحالي محمود أحمدي نجاد واعتبره خطرا على النظام، فيما أطلق أنصار نجاد هتافات الموت لرفسنجاني في صلاة الجمعة التي أقيمت بعد الانتخابات.